فماضي هذه الأمة بالذات حاضر ماثل في قلب حاضرها وفي عين مستقبلها. ثم تقول لك لماذا نطرح هذه الموضوعات؟ صح النوم يا أمتي، صح النوم يا أحبابي يا أخي، صح النوم، صح النوم. والله أعاني الله على ما أنا فيه، أنا أقول لكم والله أعاني الله، أحيانا أشعر أنني سأنفجر بما بيني وبين نفسي، واحد يقول كتب الله. تعرفون ما السبب؟ ما السبب؟ هذه أمة لا تقرأ. وأقول حتى لإخوان العلماء المثقفين، أنتم لا تقرؤون، أنتم ناس بطالون. الذين يقرؤون فينا ويقرؤون كثيرا للأسف يغلب عليهم الاتجاه الليبرالي والعلماني واليساري، وواضح وأقوله وأنا مستاء جدا وحزين أنهم أحسن ذكاء من أكثر الإسلاميين، وأنا متأكد أنكم تعرفون هذا، وكل من يقرأ يعرف هذا. لديهم نوع من التماسك النظري، نوع من الذكاء في الطرح أكثر من المتمسلمين أو المتمسلفين. يا أخي لماذا نحن مكتوب علينا هذا الغلب، هذا البؤس، هذا التعاس، هذه التعاسة الفكرية والثقافية؟ أمة لا تقرأ، أمة بطالين، حمل الشهادات ومرتبات وفضائيات، يحسنون الأقسام، يحسنون التمثيل، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. عيب عيب علينا أن نتصف بالصدقية. والحمد لله، أنا أقول لكم هناك جيل ما زلت راهن عليه بفضل الله، هناك جيل تكشفت أو بدأت تتكشف له الأمور، والله لن يخدع بكم ولا بأمثالكم. جيل كما قلت لكم جيل القرف، جيل صار إلى مرحلة القرف من هذا الخطاب ومن أصحاب هذا الخطاب. لن تفلحوا معه، لن تفلحوا معه، ولستم قادرين. اتصل أحدهم قبل أيام من دولة عربية عريقة يعني، يقول لي مولانا، مولانا لي صديق ملحد، قال لي ومن عائلة كبرى لدينا، قال عائلة محترمة من كبريات العائلات، قال لي ملحد وأكثر الناس يعرفون هذا، عائلة محترمة متدينة كبيرة، قال لي فأخذت بعض تساؤلاتي وتشككاتي وذهبت إلى شيخ كبير أحترمه، ظننت أنه يفقه ويستطيع أن يجيب عن هذه الشبهات الإلحادية، فإذا به يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الله أكبر يا أخي، ألم تقرأ أنت، ألم تقرأ، ويظن أنه هو السائل، ألم تقرأ قول النبي في الحديث؟ قال لي وقال لي حديثا، قلت له أكيد يأتي الشيطان، قال لي هو هو هذا. الأخ لم يستذكره، ما علق في مخي أصلا حتى يقنعه. قال لي بالضبط مولانا هو هذا، قلت له طبعا هذا جواب أي شيخ تقليدي متمسلم سيقول لك أعوذ بالله أستغفر الله العظيم، ألم تقرأ حديث النبي يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له من خلق هذا؟ فيقول له الله. من خلق هذا؟ الله. يعني من خلق الشجر؟ الله. من خلق القمر؟ أي إله. من خلق الإنسان؟ من خلق الجان؟ الله. فمن خلق الله؟ إذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله وليمسك. واحد يقول لي وأنت تسخر هذا الحديث؟ لا أسخر، أعوذ بالله، هذا في الصحيح، في صحيح مسلم، والحديث صحيح، ولكن هذا خطاب لمن بالله؟ أنا أقول لكم هذا خطاب لمسلم موقن، مسلم عنده إيمان، يأتيه الشيطان من باب الوسوسة لكي يحزنه ويشوش عليه إيمانه فقط. فالنبي يقول علاجه أن تستعيذ بالله من هذا اللعين. أما إنسان مرتاب وملحد حقيقة وعنده مش شبهات، عنده ما يرى أنه أدلة وبراهين، ما ينفعش معه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو قالها ألف مرة مش هينفع، لابد أن يبحث وأن يباحث المتكلمين والمتفلسفين والفلاسفة والعلماء وفلاسفة العلم واللاهوت. مسألة معقدة يا حبيبي، هؤلاء لا علاقة لهم بهذه القضايا، ما شاء الله عليهم يناقشوا الملاحدة وعارفين ليش ولا عارفين حاجة هذول في القضايا هذه ولا حاجة. يحتج عليك قال الله وقال الرسول، ايش يا اخي؟ هو بيقول لك ملحد، لا بامن لا باله لا بنبوه، تقول له الله قال والنبي قال، مصادره على المطلوب، مصادره على المطلوب، هذه اسمها في المنطق، مش معقول يا اخي، مش معقول.